مروان الحيدري حارس نادي الهلال، كيفك بعد 5 شهور من بوليود؟ بعد 5 شهور من بوليود أتوقع أن النتيجة ابتسامة حلوة، ما فيها أي مواد زايدة، ما فيها أي أضرار تضاعفات. أنا أشوف أنه أي واحد يعني ما عنده شيء يخسره إذا جاء وركب بوليود، خاصة أنه في وقت تقدر تشيلها. بس أنا من الشيء اللي أعيشه ولا شو أنه يعني كويس، أنه ما في أي داعي أنك تشيلها. بالعكس، فيش أي ريحة؟ ما فيش أي مشاكل؟ لا، ما في روائح، ما في مشاكل، يعني محتاج اهتمام، واهتمام عادي، يعني مو اهتمام فوق الزايد. غير أنه يعني كم واحد أنا ركبها معايا، غير أنهم يدخنوا، غير وغير وغير، يعني ما شاء الله لين دحين أمورهم طيبة. ممتاز يا كابتن، الله يسعدك. الله يسعدك.